ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله اللواء واصف عريقات خبير الشؤون العسكرية والأمنية. سيادة اللواء في البداية أرحب بك، سأبدأ معك ربما من الخبر الجدلي والذي جاء على لسان دولة الاحتلال حين قالوا أن ما حدث في مستشفى المعمداني هو صاروخ وقع بالخطأ من قبل حماس على هذه المستشفى، إلا أن كل الشواهد تقول أن الصوت وحجم الدمار الذي أحدث في المشفى هو حصل جراء أحد الصواريخ المتطورة والتي تستخدمها دولة الاحتلال. توصيفك لما حدث في مستشفى المعمداني من الناحية العسكرية، ما الذي حدث في رأيك؟ يعني أولا بالتأكيد إسرائيل تكذب كما تتنفس، ومع الأسف حتى الرئيس الأمريكي أيدها في كذبته هذه. ما جرى في مستشفى المعمداني هو جريمة، أكبر جرائم ترتكب في العصر الحالي من قبل إسرائيل، وهناك دلائل كثيرة. يعني الدليل الأول أن هناك أقمار صناعية، الآن هناك قوات أمريكية موجودة في البحر الأبيض المتوسط، ونحن نعلم كعسكريين أنه لا يمكن أن يكون تواجد للقوات الأمريكية في منطقة إلا أن يكون هناك رقابة حازمة بالأقمار الصناعية ومتابعة حثيثة، وإضافة إلى أن هذه الأقمار الصناعية ومنذ 17 حتى اليوم تابع قطاع غزة عن كثب. يعني كل سنتيمتر في قطاع غزة مراقب، لأنهم يريدون أن يعرفوا مكان الأسرى. فبالتالي الأولى بالأمريكان والإسرائيليين بدلا من أن يتحدثوا عن بخرائط كرتونية مرسومة باليد أن يخرجوا علينا بصور من الأقمار الصناعية، وهي أكبر دليل على ذلك. إضافة إلى أنه الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بالأمس، جيش الهجوم، جيش الجرائم، بالأمس حينما وجه يعني أجوبة للصحفيين سؤال وقال المستشفيات تستخدم ملاذا للمقاومين أو مواقع عسكرية للمقاومين، هذا دليل على أنه هم يستهدفون المستشفيات. إضافة إلى أنه كل المستشفيات في قطاع غزة تم إنذارها وتم تحذيرها أن يعني أن هناك استهداف لها، وهذا ما تحدثت به قيادة مستشفى المعمداني حينما سؤل عن كنتم تقصفون المنطقة وقت قصف المستشفى، قال لا أعرف، علما بأنه قال استغرقنا من الوقت 5 ساعات ونحن ندقق حتى عرفنا أن الصاروخ هو من الجانب الآخر، ويقصد الفلسطينيين. إضافة إلى أنه حجم الدمار لا يوجد حتى الآن عند الفلسطينيين، وأنا أعتقد أن الفلسطينيين يعني قصفوا مئات الأهداف في داخل فلسطين المحتلة. لم يحدث أي صاروخ من الذي قصفت في داخل فلسطين المحتلة هذا الحجم الكبير من الدمار ومن عدد الشهداء الذين استشهدوا. فبالتالي أنا بتقديري وأكثر من ذلك فنيا وعسكريا، وأنا قائد مدفعية وصواريخ، أقول لك لا يمكن لي يعني قاذف الصواريخ أن يقذف بزاوية متدنية على هذا المستشفى الذي قصف هو المرآب. فبالتالي هذا يحتاج إلى ونسميه في العلم العسكري هدف دقيق، ومن طائرة ومن فوق، وليس لأنه معروف أنه قاذف الصواريخ يقذف باتجاه السماء وليس بشكل مباشر، وليس دبابة وليس مدفع نستطيع أن هو يقصف بارتفاع لذروة عالية ومن ثم يبدأ بالانخفاض. إضافة إلى زاوية السقوط، زاوية السقوط للصاروخ غير موجودة الآن. فبالتالي وأيضا هناك شهود كانوا موجودين ويمكن الرجوع إليهم، قالوا شاهدنا طائرات، وكانت ترافق الطائرات الحربية طائرات يقولوا عنها في قطاع غزة زنانة، بمعنى طائرات هليكوبتر أو طائرات مسيرة. فبالتالي القصف القذائف التي استخدمت، وحسب يعني الصحف الأمريكية قذائف أمريكية من نوع MK48، وقيل أيضا أن من قصف مستشفى المعمداني هو طيار أمريكي. ف
فبالتالي كل المؤشرات كل الدلائل تقول أن إسرائيل هي من قصف مستشفى المعمداني فنيا. ولكن طيب سيادة اللواء، سيادة اللواء، وبحسب شهود أعيان أن الذخائر التي تم استخدامها في استهداف عدد كبير من المناطق في غزة أحدثت دمارا أكبر من كل مرة، هي ذخائر يتحدث شهود الأعيان أنهم لم يروا مثيلا لها ولم يروا مثيلا لحجم الدمار الذي أحدثته. هل عسكريا هل يعني تتبع دولة الاحتلال أو تستخدم ذخائر لم تستخدمها من قبل على قطاع غزة؟ أولا نحن اعتدنا في فلسطين أن فلسطين من وجهة نظر إسرائيل مسرح تجارب لأسلحتها التي تسوقها في العالم، وهذا يعني أكثر من مرة تحدثنا فيه عبر الفضائيات وقلنا أنه إسرائيل حينما تريد تجريب سلاح لا تذهب إلى ميادين التدريب ولا إلى الصحاري، تأتي إلى فلسطين وتطبق على الفلسطينيين وتسجل بالصوت والصورة، وحينما تريد أن تسوق السلاح تحاول قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين حتى تقول لمن تريد تسويق السلاح إليهم هذا هو سلاحنا وهذا حجم الخسائر، بمعنى عدد أكبر من القتلى الفلسطينيين. فبالتالي نحن نعرف ذلك، ومع الأسف حتى الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة التي أرسلتها مؤخرا، ونحن نلاحظ ونتابع أن هناك قذائف غير الفسفورية ربما تكون من ثارية مثل التي أرسلتها إلى أوكرانيا، وأنا أشك أنها استخدمت. ما هي القذائف المنثارية سيادة اللواء؟ القذائف المنثارية نوعين، نوع يكون هناك يعني صواريخ تحمل قذائف انشطارية، كل صاروخ يحمل ما مجموعه ألف شظية، يعني يكون الانفجار على مستوى 50 متر أو 50 قدم فوق الرؤوس، يعني لا ينفجر بالأرض وإنما ينفجر قبل وصوله إلى الأرض 50 قدم. فبالتالي كل من يتواجد تحت هذا الصاروخ أو القذيفة يصابه إما شظية وإما شظية قاتلة أو شظية تصيبه. فبالتالي هذا سلاح محرم دوليا ومعروف، وقد استخدمت إسرائيل في معاركها كثيرا، في سواء كانت في داخل فلسطين المحتلة أو خارج فلسطين المحتلة، ونحن شاهدنا ذلك وتحدثنا عن ذلك عبر وسائل الإعلام. نعم طيب سيادة اللواء، إذا ما انتقلت معك إلى الحديث عن الاجتياح البري والذي يبدو أنه بات وشيكا على الأبواب بحسب ما أعلنت دولة الاحتلال، لماذا الآن؟ لماذا تأخر هذا الاجتياح بالرغم من أن دولة الاحتلال كانت قد أعلنت عنه بعد 48 ساعة من 7 أكتوبر وما حدث وقتها؟ أولا قرار الاجتياح له 3 مستويات حتى يؤخذ. المستوى الأول على مستوى أمريكا وإسرائيل، بمعنى نتنياهو وبايدن. بالأمس سمعنا تصريحات أن بايدن يقول ناقشت مع نتنياهو بدائل الحرب البرية، بمعنى أنه يعني يخشى على الجيش الإسرائيلي من المقاومة الفلسطينية. ونحن نعرف يعني ليس كرم أخلاق من بايدن أنه لا يريد الحرب البرية، ويريد قتل الفلسطينيين ويريد إبادة الفلسطينيين، ولكنه لا يريد خسائر أكثر في صفوف الجيش الإسرائيلي، إهانة أكبر توجه له ولهم. المستوى الثاني حتى يعني يكون هناك قرار بالحرب البرية هو ما يسمى بالكابينت الإسرائيلي، نتنياهو ووزرائه، هناك خلاف حاد على حجم وعمق وهدف أي عملية برية، وهم يعرفون كل يعني السلبيات التي ستحدث وكل والكلفة العالية التي سيدفعها إذا ما أقدمت القوات البرية على العبور. المستوى الثالث وهو العسكريين، العسكريين أكثر وضوحا في هذا المجال، هم يعرفون أن الجندي الإسرائيلي فاقد لمعنوياته، فبالتالي صحيح أنه لديهم 360 ألف جندي ولكنهم احتياط، الاحتياط ومنذ أكثر من عام لم يمارس التدريبات وهو فاقد للمعنويات أيضا. الجيش يعني الجيش النظامي 140-150 ألف، أنا بتقديري أيضا هزم، يعني ما زالت صورة الهزيمة يوم 17 تلاحق كل واحد فيهم.
فبالتالي هناك 20 سؤال أمام العسكريين يجب الإجابة عليها قبل أن يعني يقدموا تقريرهم التعبوي للقيادة السياسية. من هذه الأسئلة على سبيل المثال: لا يوجد معلومات عند الإسرائيليين حول قطاع غزة، ما فيه من مقاومة، قدرات مقاومة، ما فيه من مفاجآت، ما فيه من أسلحة، ما فيه من خطط تكتيكية، وقد ثبت فشلهم أمنيا واستخباريا يوم 17 حينما استطاع 1200 مقاتل أن يقتحموا المواقع، أهم مواقع عسكرية، فرقة غزة كانوا يتشدقون بها أنها نخبة النخبة وأنها تشكل رأس الحربة للجيش الذي لا يقهر، هزمت في أقل من ساعة. تبول قياداتها في ثيابهم حينما سيطر المقاومين على موقعهم. فبالتالي إذا لم يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم في عقر دارهم، وحتى الآن هناك اشتباكات في داخل فلسطين المحتلة، هناك مقاومين فلسطينيين في داخل المواقع الإسرائيلية يشتبكون في كل يوم، إضافة إلى أنهم هل سيقاتلون في قطاع غزة تحت الأرض أم فوق الأرض؟ هل سيذهب الإسرائيلي وهو يدرك تماما أنه ينتظر يعني بروتوكول هنيبال، بمعنى أنه سيؤسر أو سيقتل؟ يعني هناك أسئلة كثيرة. هل سيقاتل في شوارع قطاع غزة في حواريها والمقاوم الفلسطيني ينتظره بفارغ الصبر؟ هل سيقاتل وهناك 160 أسير أو ربما وصل العدد إلى 200، ومنهم جنرالات إسرائيليين لديهم كنز من المعلومات التي الآن بحوزة المقاومة، وهناك أيضا معلومات عن خطط عسكرية تم الاستيلاء عليها في قيادة فرقة غزة وفي الثكنات العسكرية التي تم السيطرة عليها؟ ماذا أقول لك يا أختي العزيزة؟ الإسرائيلي هزم مرتين، في المرة الأولى عسكريا انتقلت وأصبحت معنويا، والهزيمة الثانية حينما جاءت حاملات الطائرات لتقول للعالم هذا الكيان الهزيل اللي اسمه إسرائيل هزم ونحن جئنا لحمايته. فبالتالي في ظل هذه العناوين كيف سيقاتل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة؟ وربما ومع كل ذلك أنا بتقديري نتنياهو ملزم أن يقوم بعملية برية في قطاع غزة، ولكن كيف سيخرجها؟ أنا أعتقد هذه ما ناقشها مع بايدن حينما قال هناك بدائل تحدثت فيها مع نتنياهو عن العملية البرية، وأحدى هذه البدائل هو يعني قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين حتى يعني يقدم فاتورة مرتفعة يعني حصيلتها عالية أمام بن غفير وسموتريش لأنه مقيد بهما. من رام الله اللواء واصف عريقات خبير الشؤون العسكرية والأمنية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة من رام الله.